ينضم إلينا الآن من بكين زميل أول في معهد بانغول وأستاذ مساعد في جامعة رنمين في بكين الدكتور كيندو شو. دكتور كيندو أهلا بك معنا. بداية دعني أبدأ معك بمصير والمخرجات المتوقعة من الدعوة لعقد جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن اليوم. هذه الدعوة تأتي من قبل دولة الإمارات والصين مع استمرار تدهور الوضع والأوضاع في قطاع غزة. شكرا على استضافتكم. نعمل عن قرب مع جميع حلفائنا مثل دولة الإمارات العربية المتحدة. نحاول أن نضع الصراع في غزة على نقافه قليلا في الفترة الحالية، ولكن عدد الضحايا بالطبع كما تعلمون أو الأشخاص الذين تعرضوا للقتل ربما وصل إلى 10,000 حتى الآن، ومعظمهم من الأطفال والنساء. وأعتقد أن آخر هجوم تم على اللاجئين وأدى إلى أيضا مقتل العديد من الأشخاص. ولكن ما هي الهدف هنا؟ اللعبة النهائية التي تستهدف منها كل هذه الهجمات البربرية؟ وأنا أفهم أن هذا سؤالا معقدا للغاية. هل للإسرائيليين الحق في رد الهجوم والانتقام نوعا ما؟ نمكن القول أن نعم بالطبع الهجوم من حماس أمر مروع وغير مقبول، ولكن الطريقة التي ترد بها إسرائيل غير إنسانية. علينا أن نجد زر التوقف لما يحدث حماية لاستنزاف المزيد من الأرواح البريئة من الأطفال والنساء. لا يجب أن يتوقف هذا الأمر. وأرى أن اجتماع مجلس الأمن والأمم المتحدة وانضمام الدول العربية في عدة مقاعد ودورها في ذلك هو ما نحتاج أن نقوم به الآن بالفعل، وهو شيء إيجابي. وقد رأيت أيضا صعوبات وصول المساعدات الإنسانية وإيقاف ودكتور كيندو، أكثر من مشروع قرار يدعو على وقف إطلاق النار في قطاع غزة وبصورة عامة فشل. يعني تابعنا كيف تم إفشال هذه المشاريع في مجلس الأمن، بالتالي هل ما زالت هناك أمال معقودة على أي تحركات دبلوماسية في هذا الوقت؟ أعلم أن هذا الأمر صعب للغاية الآن، ومعرفتي ذلك بأمر قاطع، ولكن تأثير التأثير الذي تمنحه الولايات المتحدة على الوضع ودعمها لإسرائيل وما تحاول أن تقوم به مجلس الأمن ومحاولات وقف إطلاق النار والدول التي لا تقبل ذلك أيضا، كل ذلك يشكل دعما على الولايات المتحدة الأمريكية، وهي دولة كبيرة لها العديد من الحلفاء. لذا أعتقد أن ما نحتاجه الآن هو إضافة المزيد من الضغط وطلب الإسرائيليين بالتوقف وإتاحة ممرات للمساعدات الإنسانية، وأن يكون هناك عدم توقف للاتصالات في غزة، لأن هذا موقف غير إنساني وصعب للغاية أن نرى ما يحدث هذا واستمرار هذا الوضع الغير آدمي. الضغط الدولي المستمر على الجانب الإسرائيلي أيضا يشكل فارقا، فمعظم ليس هناك مبرر لاستمرار هذه الهجمات على غزة. علينا الآن أن نرى أن
هناك فرق في مستوى القوة بين الهجمات التي تشنها إسرائيل مقابل ما تتعرض له من هجوم. طب سيد دكتور كندو، أنت تتحدث عن يعني واشنطن والولايات المتحدة، ولكن دعنا أسألك عن الصين، اعذرني على المقاطعة، يعني مدعا جهود الصين أيضا الدبلوماسية والسياسية، خاصة بأن الصين تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذا الشهر، ما حدود هنا ما يمكن أن تنجزه الصين في هذه الحرب؟ أعتقد أن الدبلوماسية الصينية تعمل أمام الكاميرات وأيضا خلف الأبواب المغلقة وتستمع لجميع الأصوات الدولية في الشرق الأقصى وتتعاون باستمرار مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هناك طبعا اختلاف من جميع الأطراف، والخطاب السياسي واعتماده على الكلمات فقط لا يحقق لنا ما نبحث عنه. هناك العديد من الدول التي صوتت بالفعل ضد القرار مجلس الأمم المتحدة ووقف إطلاق النار. الأمر الآن هو تحت سيطرة الخطابات السياسية ولن يكون ذلك أمرا مجديا. الدور الذي تقوم به الصين الآن كما قلت أن اللاعب الأساسي هي الولايات المتحدة، والضغط والهدف هو أن نأمل أن الضغط يأتي من الولايات المتحدة وليس من الصين. أيضا العديد من الدول الأوروبية أقول أيضا أنهم يشعرون بعدم قد نفذ صبرهم باستمرار هذه الهجمات والوضع في غزة. بالطبع هناك غالبية كبرى من الدول الأخرى أن لضغط على واشنطن لفعل ما هو لازم للوضع الإنساني وهو التوقف عن إطلاق النار الآن. هل يمكن لبكين أن تلعب دور أكبر أيضا دكتور كندو استنادا إلى علاقاتها الجيدة مع عدد من الدول والاستفادة من هذه العلاقات، أخذا بالاعتبار أيضا يعني أن بكين كان لها الدور في عودة العلاقات ما بين طهران والرياض، هل يمكن فعلا لبكين اليوم أن تلعب دور أكبر حتى وإن كان مع الولايات المتحدة أيضا؟ بعض الأشخاص يثاورهم بالشك أن الصين ليس لها أي اهتمامات بهذه المنطقة ولا تود أن يكون لها أي شيء فيها، ولكن الصراع القائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين والممتد العصور هو أمر صعب وغير قابل للإدارة، لكن الإدارة والحكومة الصينية تهدف إلى المبادرة الأمنية الدولية، وبالطبع نحن نفهم أن إسرائيل لديها مبرر منطقي حفاظا على أمنها، ولكننا نراعي أيضا أمن الفلسطينيين، ماذا عن حياتهم وأمنهم، رعاية الأفراد الأطفال والنساء، وبالتالي نحن نقوم بهذه المحادثات من ذلك المنطلق البقاء على الحوار، وهو أمر نحن نستمر فيه، ونحن مدركين أننا علينا أن نجد طريقة لاستمرار النقاش والتوصل إلى حل سلمي. نحن غير متأكدين حتى هذه المرحلة عن أفضل أسلوب للتعامل مع الأمر، ولكن العلاقات الاستراتيجية التي بين الصين والدول المجاورة تهدف إلى المزيد من الاستقرار في المنطقة، والصين حكومة وشعباً
كلها تؤيد المبادرة إلى السلام والاستقرار في المنطقة، وسنسعى إلى تحقيق هذا الهدف سواء كنا سنجري مناقشاتنا مع الجانب الأمريكي أو الإسرائيلي أو الفلسطيني. العنف ليس الهدف، الهدف يجب أن يكون السلام والاستقرار. شكرا لك دكتور كندوشو، زميل أول في معهد بانغول وأستاذ مساعد في جامعة رنمين في بكين، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا.